السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهج رياضيات للصف الخامس الابتدائي، الوحدة الأولى الأعداد الطبيعية، الدرس الثالث بعنوان الأنماط العددية. تعريف النمطي سنة خمسة هو التتابع لمجموعة من الأعداد أو الأشكال أو الرموز وفقا لقاعدة معينة. يعني إيه الكلام ده يا ميس؟ يعني أنا عندي مجموعة من الأعداد أو أشكال أو رموز بيتبعوا قاعدة إيه؟ قاعدة معينة، تمام كده؟ طيب وصف النمط يا ميس إيه هو تعريفه؟ تعريفه هو اكتشاف القاعدة المتبعة أو المستخدمة في هذا النمط. يبقى وصف النمط إنك تقول لي إيه القاعدة اللي النمط ده مشى او اتبعها او مشى على اساسها، تمام كده؟ يبقى وصف النمط هو اكتشاف القاعدة المتبعة او المستخدمة في هذا الايه، في هذا النمط. بصوا معايا كده يا سنة خمسة، تعالوا مع بعض كده نحل السؤال. السؤال بيقول اكمل كل من الانماط الاتية. نتفق مع بعض كده سنة خمسة، أنا عشان أحل أو أكمل الأنماط الآتية لازم أكتشف القاعدة المتبعة أو المستخدمة في هذا الإيه، في هذا النمط. يعني لازم أعرف وصف الإيه. برافو عليك، وصف الإيه النمط. المثال الأولاني بيقول لي 3 5 7 9. إيه ده؟ بص يا ميس ده نمط. طيب النمط دوت تزايدي ولا تناقصي؟ الأعداد مالها بتزيد يبقى نمط إيه؟ تزايدي. الله ينور. طيب طالما بتزيد يبقى ايه هي العمليات الحسابية اللي بتزود من قيمة العدد؟ تمام، الله ينور، يا الجمع يا الايه يا الضرب. طب بص على الجمع كده، جرب الجمع. التلاتة بقت خمسة، زادت قد ايه؟ زادت اتنين. الخمسة بقت سبعة، زادت اتنين. السبعة بقت تسعة، زادت اتنين. يبقى معنى كده يا ميس ان ده نمط ايه؟ تزايدي بمقدار اتنين. ليه؟ لان هو كل عدد بيزيد ايه؟ اتنين عن العدد السابق ايه؟ عن العدد السابق له. يعني ده نمط ايه؟ تزايدي بمقدار اتنين، لان الاتنين ثابتة ما بتتغيرش. يبقى ممكن ازود انا التسعة زود على اتنين تبقى 11، ال11 زود على اتنين تبقى 13. ولو قال لي ايه هو وصف النمط، هو اقول له ايه وصف النمط؟ نمط تزايدي بمقدار ايه؟ بمقدار اتنين. المثال التاني بيقول لي ايه؟ الاتنين اربعة تمانية 16 نقط ونقط. الاتنين بقت اربعة، اربعة تمانية، تمانية 16 بيزيد، يبقى نمط تزايدي. جرب كده الجمع، شوف اتنين بقت اربعة زودنا اتنين، اربعة بقت تمانية زودنا أربعة، تمانية بقى 16 زودنا 8. ايه ده يا ميس؟ لأ الجمع كده مش مظبوط، لان هو مش مقدار ثابت. فكر في الضرب، ايه اللي يخلي 2 4 تتضرب في 2؟ ايه اللي يخلي ال 4 8 تتضرب في 2؟ ايه اللي يخلي ال 8 16 تتضرب في 2؟ يبقى معنى كده ان هو ايه؟ نمط بيزيد بالضرب في ايه؟ في 2. 16 تضربها في 2 تبقى 90، 32 في 2 بكام؟ ب 64. المثال التالت بيقول لي 1 في 1، 2 في 2، 3 في 3، ها نقط. برافو عليك. 4 في 4، 5 في 5 نقط، ها 6 في 6. الله ينور. طب الواحد بقى 2 زاد 1، 2 بقت 4 زاد 2، 4 بقت 7 زاد 3. يبقى الخطوة الجاية ايه؟ هيزيد كام؟ هيزيد 4. برافو عليك. يبقى ده نمط تزايدي بس بايه؟ بأعداد العد، بأعداد ايه؟ العد. مرة أول مرة زود 1، بعد كده زود 2، بعد كده زود 3، يبقى هيزود 4، هيزود 5. يبقى السبعة لما نزود عليها 4 تبقى 11، ال11 لما نزود عليها 4 تبقى كام؟ سوري، لما نزود عليها 5 تبقى كام؟ 16. بعد كده المثال اللي بعده 4 4 44 444، 4444. بعد كده نقط ونقط. هعمل ايه؟ ملاحظ ايه؟ والله ملاحظ يا ميس ان هو كل شوية يزود خانة ويحط فيها اربعة. يعني الاربعة كانت احاد، بعد كده الرقم اللي بعده خلى الاربعة زي ما هي وحط خانة جديدة اللي هي العشرات وزود عليها ايه؟ اربعة. برافو عليك. يبقى كل شوية بيحط خانة جديدة ويحط فيها العدد ايه؟ سوري، رقم ايه؟ اربعة. يبقى بعد كده النقط دي احط فيها ايه؟ احط فيها 44444، والخانة اللي سوري والنقط اللي بعدها احط فيها ايه؟ 444 ألفا و444، تمام كده. المثال اللي بعد بيقولي 128 64 32 16. ملاحظ ايه؟ هو لا نمط تزايدي ولا نمط تناقصي. برافو عليك، ده نمط تناقصي. يبقى ده نمط تناقصي. جرب ايه العملية اللي بتعمل تناقص في الايه، في قيمة العدد؟ ها الطرح. برافو عليك. والايه والاسمة. جرب الطرح، هتلاحظ ان هو في فرق كبير قوي في الطرح ومش هيبقى متساوي، تمام كده. يعني 128 بقت 64، معنى كده ان هي قلت 64 ايه؟ 64 ايه رقم. بعد كده 32، 64 بقت 32، يبقى قلت برضو 32. 32 بقت 16، يبقى قللت ايه؟ 16. طالما ايه المقدار مش ثابت يبقى فكر في الايه، في القسم. 128 ابدأ اقسمها كده على الهامش على الاتنين،
هتلاحظ ان هو هيديك كام؟ 64. هيديك كام؟ 64. طب ال64 قسم على الاتنين هيديك، الله ينور، 32. طب 32 على الاتنين هي تديك 16. يبقى معنى كده اللي هو نمط ايه؟ تناقصي بالقسم على ايه؟ على 2، لو هي مقدار ايه؟ ثابت، صح كده؟ طيب يبقى 16 هقسمها على 2 تبقى 8، ال 8 هقسمها على 2 تبقى ايه؟ تبقى 4. تمام كده؟ بص معايا كده سنة 5 في السؤال اللي جاي. السؤال الاول بيقول 2 5 8 11 نقط ونقط ونقط. انت ملاحظ يا ميس ان ده نمط تزايدي، وكل عدد بيزيد عن العدد السابق له بمقدار 3، يبقى هو نمط تزايدي بمقدار ثابت وهو الايه؟ 3. يبقى 2 بقت 5 3، 5 بقت 8 زود 3، 8 بقت 11 زود 3، يبقى ال 11 تزيد 3 تبقى كام؟ 14. وال 14 تزيد 3 تبقى 17، وال 17 تزيد 3 تبقى كام؟ تبقى 20. السؤال اللي بعده بيقول لي الواحد 6 11 16 نقط ونقط. الواحد بقى 6 زود 5، الستة بقت 11 زود 5، ال 11 بقت 16 زود 5. خلاص بقى يا ميس وضحت، يبقى ده نمط تزايدي بمقدار ايه؟ بمقدار 5. تمام كده؟ يبقى 16 نزود عليها 5 تبقى 21، ال 21 نزود عليه 5 يبقى كام؟ 26. السؤال اللي بعده بيقول لي 2 12 22 32. طبعا ده نمط تزايدي، بس انت ملاحظ ايه؟ ميس انا ملاحظ ان هو بيزود واحد في خانة العشرات او بيزود عشرات، صح كده؟ يبقى ممكن اقول ان الاتنين بقت 12 زود 10، 12 بقت 22 زود 10، 22 بقت 32 زود 10، يبقى المرحلة الجاية ايه؟ يزود 10 تبقى 42، ها 52. تمام كده؟ طيب الخمسة بقت 11 زود كام؟ زود 6. ال 11 بقت 17 زود 6، ال 17 بقت 23 زود 6. اه يا ميس ده نمط تزايدي بمقدار ثابت وهو الايه؟ ال 6. يبقى نزود 6 على 6 على 23 تبقى 29، نزود 6 على 29 تبقى كام؟ تبقى 35. السؤال اللي بعده بيقول لي 5 10 20 40 بيعمل ايه؟ نمط تزايدي اهو يا ميس، جرب كده. الجمع ال 5 بقت 10 زود 5، ال 10 بقت 20 زود 10، ال 20 بقت 40 زود 20. لا يا ميس ده مش مقدار ثابت، ما ينفعش اقول على الايه ان هو نمط تزايدي ايه في الجمع. ممكن اقول ايه؟ ابص على الضرب، ال 5 بقت 10 ضرب في 2، 5 في 10 بايه؟ سوري، 5 في 2 ب 10، 10 في 2 ب 20، 20 في 2 ب 40، يبقى هو بيضرب في ايه؟ في 2. يبقى نمط تزايدي بالايه؟ بالضرب في 2. يبقى ال 40 في 2 ب 80، 80 اضربها في 2 على الهامش كده تبقى بكام؟ بمية وستين. تمام كده؟ طيب بصوا معايا كده سنة 5، السؤال بيقول أكمل النمط. السؤال الأول بيقول نقط ونقط، بعد كده عندي نمط 17 22 27 ونقط ونقط. طب أنا هعمل إيه في النمط ده؟ اللي أنا هعمله هشوف برضو أو أكتشف القاعدة الإيه المتبعة في هذا النمط. ال 17 بقت 22 زادت، يبقى ده نمط تزايدي، يبقى فكر في الإيه؟ في الجمع أو الضرب. 17 بقت 22 يعني زادت 5، 22 بقت 27 زادت 5. ايه ده، هي بتزيد بمقدار ثابت؟ اه، يبقى معنى كده ان اللي بعد 27 هزود انا ايه؟ 5. 27 و5 تبقى 32، 32 زائد 5 تبقى كام؟ 37. طب اللي قبله يا ميس هعمل ايه؟ عادي 17 شيل منها الخمسة بقى عشان عايز اجيب الاصغر منها. 17 ناقص 5 كام؟ 12. 12 ناقص 5 كام؟ 17. تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ نقط ونقط 9 27 81 ونقط ونقط. برضو هكتشف القاعدة المستخدمة او المتبعة في هذا النمط. التسعة بقت 27 زادت كام؟ زادت 18. ال 27 بقت 81، لا دي زادت كتير قوي يا ميس، يبقى معنى كده ان ايه؟ هي مش بتزيد بمقدار ثابت. طب هفكر في الايه؟ في الضرب. ايه اللي يخلي 9 27؟ برافو عليك، الضرب في 3، 9 في 3 ب 27. طب هي ال 27 لو ضربتها في 3 هل يا ترى تديني 81؟ جرب في الهامش، 27 في 3 هنلاقيها ب 81. يبقى معنى كده ان هو ايه؟ بيضرب كل عدد في كام؟ في العدد اللي هو ايه؟ بيضرب كل عدد في كام؟ في 3. تمام كده؟ طب انا هقول 81 اضربها في 3 تبقى كام؟ اضربها في الهامش هتطلع معاك 243. بعد كده اضرب ال 243 في الهامش تاني يطلع لك كام؟ 729. طب اللي قبله يا ميس كام في 3 يديني 9؟ برافو عليك، 3 في 3. طب ماشي، اللي قبله بقى يا ميس كام؟ اضربه في 3 يديني 3؟ 1. يبقى معنى كده النمط هيبقى 1 3 9 27 81 243 729. تمام كده؟ السؤال اللي بعده بيقول لي نقط ونقط 8 11 14 ونقط ونقط. ملاحظ ايه في النمط؟ ال 8 بقت 11،
زائد التلاتة والحداشر بقت برضو زائد التلاتة بيها بتزيد بمقدار ايه؟ ثابت. يبقى ده نمط تزايدي بمقدار كام؟ تلاتة. طب اللي بعده يا ميس 14 زود عليها تلاتة تبقى 17، 17 زود عليها تلاتة تبقى ايه؟ 20. طب اللي قبله هعمل ايه؟ نقص بقى التلاتة دي، التمانية ناقص تلاتة كام؟ خمسة، خمسة ناقص تلاتة كام؟ اتنين. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ نقط ونقط، 12 24 48 ونقط ونقط. فكر في الجمع يلا، عشان هو نمط تزايدي. 12 بقت 24 زادت 12، 24 بقت 48 زادت 24. لا يمس كده الايه، الزياده مش بمقدار ثابت، يبقى فكر في الضرب. طب ال 12 بقت 24 اتضربت في كام؟ اتضربت في 2. ال 24 بقت 48 اتضربت في 2. يبقى انا كل شويه بعمل ايه؟ بضرب في 2. اضرب بقى 48 كده في 2 تطلع معاك بكام؟ ب 96. 96 في 2 ب 92. طب اللي قبلها يا ميس هعمل ايه؟ شوف كام في 2 يديني 12، 2 في 6 الله ينور. طب كام في 2 يديني 6؟ 3. يبقى النمط هيبقى عباره عن ايه؟ 3 6 12 24 48 96 192. تمام كده. بصوا معايا كده يا سنة خمسة، مسألة لفظية بتقول بيع الشيرين بطاقة تعطي لحاملها تخفيضات في بعض محلات الوجبات السريعة بمبلغ 38 جنيها، فإذا كان ثمن هذه البطاقة قد زاد بمقدار 4 جنيهات سنويا خلال فترة حيازتها لها وهي 4 سنوات، فما الثمن الذي اشترت به شيرين هذه البطاقة؟ بص يا سنة خمسة كده، أنا عشان أحل المسألة دي لازم أفهمها كويس. هي شيرين باعتها ب 38 جنيه، وكانت البطاقة دي معاها قد إيه؟ معاها بقالها 4 سنين، وكل سنة تمنها بيزيد 4 جنيه. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ ممكن اعملها احلها بحلين. اول حل اللي هو حل النمط، ان انا هعمل نمط تناقصي، ان هي دلوقتي معاها كان باعتها ب 38 جنيه وعايزة هي كانت مشترياها اصلا بكام، هقلل كل شوية كل سنة عن السنة اللي قبلها 4 جنيهات عشان اوصل للثمن اللي هي ايه اشتريته بيها. يبقى 38 نقص منها 4 تبقى 34، 34 نقص منها 4 يبقى كده كام؟ 30. كده سنتين، 30 نقص منها 4 تبقى كام؟ 26. كده 3 سنين، 26 نقص منها 4 تبقى كام؟ 22. يبقى هي كانت مشتريها بكام؟ ب 22 جنيها. حل تاني ممكن اقول ايه؟ بص يا ميس، هي مش بقى بقالها معايا 4 سنين؟ هقول لك وكل سنه بيزيد 4 جنيه؟ تبقى اضرب عدد السنين في مقدار الزيادة 4 في 4 ب 16 ونقصه من الثمن اللي هي اشتريته اللي بعته بيه. يعني هي بعتها ب 38، نقول 38 ناقص 16 يديني 22 جنيها. تمام كده سنة خمسة. بص معايا كده سنة خمسة، السؤال اللي بعده بيقول لدى هاني مختبر لإجراء التجارب المعملية، في هذا المعمل ثلاث أرانب تتكاثر وفي كل فترة يتضاعف عددها، فكم سيصبح عدد الأرانب بعد 5 فترات؟ هعمل ايه دلوقتي؟ هو هاني معاه 3 ارانب، تمام كده، وبيتضاعف عددها. يتضاعف دي يعني بعمل ايه في العدد؟ برافو عليك، بضرب في 2. وهو عايز عدد الارانب بعد كام فتره؟ 5. يبقى انت هتحط الثلاثه اللي هم عدد الارانب وتعمل ايه؟ نمط في 5 نقاط. تمام كده، انه عايز 5 5 فترات. تمام كده، الثلاثه يتضاعف يبقى اضرب في 2، 3 في 2 ب 6، هي 6 في 2 ب 12، 12 في 2 ب 24، 24 في 2 48، الفتره الخامسه 48 في 2 ب 96، يبقى يصبح عدد الارانب بعد 5 فترات 96 ارنب. بص معايا كده يا سنه خمسة، السؤال اللي بعد بيقول لي 4 اعداد طبيعيه متتاليه اكبرها س زائد 7، فما هي الاعداد الثلاثه الاخرى؟ هعمل ايه؟ هم 4 اعداد، يبقى اعمل نمط مكون من 4 نقاط. تمام كده. طيب اكبرهم س زائد 7، خلي بالك ان س زائد 7 دي كلها عدد، كلها ايه؟ عدد. طب انا عايزه العدد الاصغر منها، طب نقصي منها 1، يبقى س زائد كام؟ 6 الله ينور. يبقى ده العدد س زائد 6، واللي بعده س زائد 5، واللي بعده س زائد 4. تمام كده. السؤال بيقول معايا سنه خمسة، ثلاثه تاليه اوسطها صاد، اوجد العددين الاخرين وما هي اصغر قيمه للعدد صاد؟ ركز معايا هنا ان هما 3 اعداد طبيعيه بس ايه؟ فرديه، زي مثلا ايه؟ ورا بعض، زي مثلا ايه؟ 1 3 5، 5 7 9، 9 11 13، اعداد اهي. لكن هنا عطيها لك برموز، اللي في النص صاد. يبقى انا هعمل نمط متكون من 3 نقاط، واحط في النقط اللي في النص احط فيها صاد. طب انا عايزه اللي قبل صاد، يبقى بالله عليك اصغر منها ولا اكبر؟ اصغر الله ينور. يبقى هتنقص كام بقى؟
يبقى انا هنقص. حلو عشان اظهر. طب انا لما كان عندي 3 اعداد فحت 3 5 مثلا، التلاتة عشان اجيب اللي قبلها كنت بنقص كام؟ 2، يبقى نقص 2. برافو عليك. طب هو صاد، يبقى اللي قبله صاد ناقص 2. طب اللي بعده هزود صاد زائد ايه؟ 2. طب هو عايز اصغر قيمه للعدد صاد. دلوقتي صاد فردي صح؟ هتقولي اصغر قيمه يميس لعدد صاد 1. هقول لك ركز، صاد في النص، انا عايزه اللي ينفع اقول 1 وفي فردي طبيعي قبلها، لا مفيش، يبقى اصغر قيمه هي مين؟ هي التلاتة. تمام كده، يبقى اصغر قيمه. وبكده يا سنة 5 نكون انتهينا من الدرس الخامس الأنماط العددية من الوحدة الأولى الأعداد الطبيعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.